مساء الخير على إخوتي في الله وعلى كل الناس اللي كيعطوني دائما الطاقة الإيجابية من خلال تعليقاتهم ولايكاتهم، واللي كنعتبرها دعم كبير منهم أو منكم، ولو أنه باقي القناة خاصها دعم أكبر وأكثر. على أيين، شكرا، الله يجازيكم كل خير. وإن شاء الله غادي نكمل معكم الخدمة كجزء ثاني لعمل سابق، فرجاء أن تابعوا معي الفكرة وشكرا. كيف ما لاحظتوا، أنني رسمت قلوبة لهم على شكل ورقات، وغادي نطرزهم بهذه الطريقة، طرزت الخطفة، وغادي نخدم بجوج لوينات، لون بوردو والآخر أحمر، اللي كاينين في الوردة الكبيرة. واللي بغات تعرف الفكرة أو الخدمة ديال الجزء الأول، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كيف ما لاحظتوا، خدمت اولا بالبوردو، دابا غادي نخدم باللون الاحمر. وكيف ما كتلاحظوا ان الورقات بعد ما طرزتهم قطعتهم وحرقت الحاشيه ديالهم، كيف ما قطعت الوريضات الكبار وثبتها فوق جلابه بالخيط والابره. ممكن تتلصقي من بعد تثبتي بالخيط. وكاين فيكم او كاينه فيكم اللي غادي تقول كون غير طرزتها مباشره على الثوب،
صراحة الوقت اللي ما كتكون عندي أي خدمة ديال يعني أي زبونة، كنخدم أي فكرة جات لي على بالي كنحاول نخدمها ونخليها جانبا حتى يكون الوقت المناسب، وكنكمل من بعد الفكرة يعني اللي خدمت في الأول. ربما كتكون طريقة مختلفة لكن في الأخير كتكون نتيجة واحدة. وغادي نمر للمرحلة الأخرى اللي نحاول نخدم بهذه السلسلة كعروقة تابعة للوردة، وممكن تخدمي بالعقيق جهور بحال اللي في الرندة أو مرمات الجهور كيف ما كيسموها أصحاب الرندة اللي كنحييهم من هذا المنبر. فالرندة كنعتبرها فن من الفنون اللي بدعوا فيها الأخوات أو حتى الإخوان، لأنه كاين أخ مبدع معروف بالرندة اسمه زهير اللي ما شاء الله عليه فنان بأفكاره والطريقة باش كيخدم، فكنحييه كذلك. فالطريقة كما كتلاحظوا أنني غنتبع فقط على الرسمة أو الترصاج اللي ترصيت في البداية. وباقي عندي جوج وريضات يعني جوج وريضات بحال هادو كبارات، غادي نحاول نخدمهم على يعني بياسة أخرى أو لا أي حاجة. ممكن تجيني الفكرة إن شاء الله غادي نشاركها معكم، فلذلك كنبغي أنكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتعليقاتكم، لأنني دائما كان أعتبرها يعني حافز أو محفز يعني أنا نستمر ونبقى نبحث ولو أنني كنت أعطل عليكم شوية، ولكن يعني يدروني يعني الخدمات ديال الزبونات اللي كتعطل شوية، وخاصة إذا كانت الخدمة ديال اليد اللي كتبغي الوقت. فكما قلت لكم كاين يعني افكار كثيره ومختلفه ممكن انا نخدمها بهذه الطريقه، وكاينين اخريات ممكن يخدموها بطرق اخرى، مثلا يطرزوا ديريكتومون او مباشره على الثوب كيف ما قلت لكم سابقا. او لا تخدم بالوان اخرى، يعني دائما كنخلي لك الاختيار. ممكن تخدمها بحجم أصغر، على أي حتى تشوفوا الفكرة كيف يعني خرجت في الأخير على الجلابة، واعطوني الرأي ديالكم. ودابا غادي ندوز نثبت هاد الورقات الصغار بهذه الطريقة.
وغادي نحاول نميلها واحد شوية لأن العرق كذلك مائل. وغادي نضيف عقيق اللون ديال باللون ديال الوردة كذلك بالبوردو، وغادي نخدم كذلك حتى بعقيق اللون ديالو اسود، يعني جوج لوينات تقريبا او ثلاثة تقريبا هما اللي خدمت على هذا الجلاب، ما بيش نستعمل الوان اخرى يعني باش يكون التناسق بين الوردات الصغار وبين العقيق وبين الوردة الكبيرة وبين السلسلة وبين الثوب ديال الجلابة. كما كتلاحظوا دابا اللون ديالها اغمق او داكن من على الورقات الاولين، اللي باش يكون رابيل بين الورقات الصغار والوردة الكبيرة، يعني تقريبا يكون نفس الالوان. وإلا فضلتي انك يعني تخدميهم انهم يكونوا يعني انا كنحاول يعني نخدمها وهي تكون يعني طالعه شويه، لان غادي نخدم العقيق الداخل ديال الوريقات. بغيتي انتي تخدميها يعني بلا او لا تخدميهم بهذا الشكل اللي خدمت بهم انايا، يعني كنحاول كيف ما غادي تلاحظوا يعني طالعين، يعني واخا ضغطي عليهم يعني تخيطوا بهذاك الشكل وغادي يبقاو على هكذاك. وغادي نحاول نغطي هذيك البلاصه اللي كتبان شويه، يعني ممكن تخليها هكذاك يعني ما بيناش بزاف، او لا ممكن من البدايه انك ترزي هاد الوريقات يكون التحت ديالهم تلت، يعني دائما كاينين الاختيارات. كيف ما كتلاحظوا الشكل جاب هذا
بهذا الشكل هكذا، يعني جاو واقفين وطالعين، يعني بحال نقولوا بومبي، وفي الداخل ديالهم كان العقيق باللون الاسود. وهكذا طلعت لينا الجلابه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كنعاود نكرر، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم، الى فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.